مشيت البارحه انتخبت الدره ليه ما انتخبتش الحمد لله داكور دونك هو الناس كل عاصفين على الانتخابات مازلنا في انتظار النتائج ونشوفوا شنو مش تعطي النتائج اما بس قعدت تحضر في الخدمه ذيك علاش ما ذيك علاش دونك اصبحت راقده شويه شويه برشا ما يصيرش غاس ماتيني هو واحد يتمناها الغاس ماتيني هكا اللي امنا سورتو نهار الويكاند تحلى لك الغاس ماتيني ذيك تحلى للناس الكل اما مالوغوزمون تلقانا فيقين احنا الويل كل سواء امنا صغيرات كامله يقوموا زيد كيف كيف نهار لها ان شاء الله يا ربي ديمها نعمه نقولوا احنا يبداو يصبحوا راقدين شويه او موا هكي كنخفوا خاصه على امهاتنا اللي شادين صغيراتنا ينقصوا شويه عليهم الضحك وخاصه نعرفوا صغيرات برك الله يبداو ناشطين فتحيه لكل الامهات اللي لهين بصغيرات صغارهم وكل ومتحملين هما المسؤوليات في الاطار هذا در شو نحكيو اليوم باش نحكيو على العبيدك اللي تبدا تمسلك في طاقتك تبدا انت ماكش فايق بيهم باغ اكزومبل يكون عبد عزيز عليك تلقاه يعطي فيك في طاقه سلبيه انت مازلت مكمل معاه عليه خاطرك تحبه داكور كيما معناها لي بيرسوناج نارسيسيك الشخصيات النرجسيه اللي حكينا عليهم احنا الحقيقه في قداش مره حتى ديرنييرمون في فرم الحياه مع الاخصائي والمعالجه النفسيه سونيا جبيلي اللي هذوما هما اللي يكونوا دي بيرسون دي بيرسوناج توكسيك في حياتك ينجموا يكونوا معناها شخصيات سامه في حياتك وانت مالوغوزمون تكون منسق وراهم وماكش فايق بروحك تبدا منسق وراك المشاعر نتاعك داكور كيفاش باش نحكيو عليهم لليوم يا درا دونك امنا تفهم تفهمني كان هي كاو عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى اليوم باش نقولك ماكش مجبر انك تتحمل كل حد يمصلك طاقتك وماكش مطالب تصلح غلطة غيرك على حسابك ماكش مطالب انك تعبي روحك بطاقتهم السلبيه باش تخفف عليهم حتى لو كان فيهم عبد تحبه برشا هما خايبين من الاول اما احنا كان عاملنا البدايه المزيانه كانت عاميتنا لهوتهم بينا من الاول ما كانتش عندنا القدره باش نجمو نشوفوا الانانيه متاعهم نسينا انهم قادرين يبدلونا في اي لحظه اكيد بعد ما تستعرف بحبك ليهم وبعد ما تستانس بهم يمشي في بالهم حياتك باش تقف عليهم ماكش مطالب تقعد مع اي حد باش يسرق فرحتك على حسابك ماكش مطالب تقعد مع اي حد باش يتعب لك روحك ويهرب بمخك للتخمام وسهر الليلي رد بالك تنسى انه من حقك تجبد روحك في اي وقت تجبد روحك من كل علاقة ما تزيدك شيء كان وجيعة الراس من كل علاقة تاخو ما تعطيش من كل علاقة تستنزف في روحك ومتعبت لك مخك ميسالش خليهم يلوجوا عليك في كل عبد جديد يعرفوه خاطرهم كيدوروا الدنيا الكل ما همش باش يلقاو كيفك وحتى في ربعك في اي حد عادي كان قعدت وحدك انت في الاصل ماكش وحدك ولا نهار خفت من الوحده كنت انت ديما موجود في خاطر روحك كنت ديما تلقى روحك في كل بلاصه استحقيتها فيها حب روحك ما تحبش الناس قد ما تحب روحك هي الفينيش نتاع ايما فوالا لازم تحب روحك على خاطر لو فيت تحب روحك وقتها بتنجم تعطي هو فما ممكن حتى ايمنا اون مامون انا كيف كيف اون مامون يقول لك ساعات الامهات هي حتى ابار لي بيرسوناج توكسيك هذوما اللي حكينا عليهم اللي يعطيوك هكا الطاقه السلبيه تلقى مالوغوزمون الام تعطي من طاقتها الكل كيلكو سوا لصغارها حتى لمامون لدارها ولعيلتها دره ممكن في الاطار هذايا وتنسى روحها بعد ساعات لين توصل سي بون ما عادش تنجم تعطي حتى شيء هذاك علاش احنا من المنبر هذايا نقولوا حب روحك اعطي روحك خاطر لو فيت انت كام مش تعطي لروحك راك وقتها مش تعطي لصغارك وقتها مش تعطي لدارك وقتها مش تعطي لراجلك وقتها عيلتك الكل مش يرجع عليها هذيك الكل بالمحب صحيح هنا لي مامون بون الكلام اللي قلته ماهوش موجه جوست كان للي كوبل او بيان فوالا اينا فوالا اينا استسقيت من الكلام تاعك وجهته للي مامون ديريكتومون اي توا نشوفوا انه تو لي مامون اي تلقاها تنحي من فمها وتعطي لصغيرها تنحي من فمها وتعطي لراجلها تلقاها ما تشريش لبسه جديده للروحها فوالا تشري لبسه جديده لولدها تلقاها ما تفطرش هي وتسبق في فطور راجلها حتى انت راهو روحك عندها عليك حق اي فوالا هذه هو كي تحب روحك راك باش تعطي خاطر انت نعرفوا احنا معناها سورتو الانعكاسات نتاع الحاجات هذوما على لومور نتاع المراه والا حتى مش مراه راهو كيلكو سوا مراه ولا راجل احنا هنا نحكيو على الناس الكل
حب روحك لفيت تحب روحك وتعطي روحك راك اوتوماتيكمون الطاقة الكل باش معناها توجهها للناس اللي مقابلتك للناس اللي دايرين بيك لصغيراتك لعيلتك دونك نستثني حب روحك قبل ما كل شيء فوالا فوالا هذيا هو ان شاء الله مشي جدد الموعد معاك بيان سور في دير بريك جد ان شاء الله توا كيستنيوك ان شاء الله من الجمعه الجايه عندنا برشا حاجات مزيانه ان شاء الله تستنى فيهم مع دور القصيم هاكا بيان سور كي تبدا تقرا دور عندي برشا عليهم فوالا اوكي قلت سعد ما جيتش تغش علي نقول دور وليت معمل ونوجه له تحيه الاستاذ عبد المجيد فرحات اللي بعد بشويه باش يكون معاهم في الحياه بيتز سينو دور باش تكون معنا ديما في دير بريك يستنيو فيهم دير بريك مزيانين فيهم برشا الفايده فيهم برشا معلومات برشا ثقافه عامه سورتو اللي نجموا يكتسبوها الناس الكل ديما سبت واحد ما نوعدكم سبت في العطله خليو لك كيك الفرصه انت باش تجي على روحك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وديما سينون نهار الاحد ديما تكون حاضره تكون حاضره معنا باللي روبريك المزينين مرحبا بك دره في ليكيب نتاع ويكاند الحياه فيم وحنا بدره وهكا بالكلام المزين نكونوا كملنا معكم ماتينا الويكاند الحياه فيم ميرسي بوكو امنا بوخي في الاخراج التقني للحساسين شكر الشحاوي كوتي ديجيتال نسيوش احمد الشفار اللي كان معنا في تنسيق لي زانفيتي نتاعنا لليوم انس الهميمي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه الاستاذ عبد المجيد فرحات يجيكم بعد بشويه مريم منصوري كوتي ميكرو تقول تحيه لكافه